الميليشيا تحتجز سفينتين كوريتين وناقلة نفط سعودية، وكوريا ترسل مدمرة إلى البحر الأحمر ووزير دفاعها في طريقه إلى الرياض. ما هي مصلحة الحوثيين في هذا التصعيد؟ وكيف سيتعامل المجتمع الدولي معه؟ أهلا بكم. في تصعيد وصف بالخطير أقدمت ميليشيا الحوثية على احتجاز ثلاث سفن قبالة البحر الأحمر. ناطق التحالف وصف العملية بالإرهابية في الوقت الذي اعتبرها الحوثيون إجراء سياديا، كون السفن كما يزعمون دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار. هذه التهديدات الميليشياوية على الملاحة البحرية الدولية لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة فيما يبدو، خاصة مع استمرار سيطرة الحوثيين على الشريط الساحلي قبالة محافظة الحديدة، واستمرار ما يقول متابعون إنه تراخي المجتمع الدولي إزاء تهديداتهم المتكررة. لماذا إذن يتعامل المجتمع الدولي بتساهل مع التهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي على خطوط الملاحة الدولية؟ ماذا إذا كانت ميليشيا أخرى هي من قامت بهذه الاعتداءات؟ هل ستتعامل الولايات المتحدة والدول الكبرى بهذا الهدوء؟ وإذا ما استثنينا التغريدات والمؤتمرات الصحفية، ماذا عن مواقف السعودية والحكومة الشرعية؟ في تطور جديد، أقدمت ميليشيا الحوثي على احتجاز ثلاث سفن قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر. بحسب التقارير، فإن سفينتين كوريتين تحملان أدوات حفر وأخرى سعودية كانت على متنها شحنة نفطية تم اقتيادهم من قبل الميليشيا إلى رصيف ميناء الصليف بمحافظة الحديدة. يقول الحوثيون إنهم احتجزوا السفن الثلاث بعد دخولهما المياه الإقليمية اليمنية وبعد رفض طواقمها الإجابة على نداءات قوات خفر السواحل التابعين لها، فيما يشير ناطق التحالف تركي المالكي إلى أن مسلحين حوثيين كانوا على متن زورقين هاجموا السفينتين اللتين تملكهما إحدى الشركات الكورية الجنوبية أثناء قيامهما بعملية حفر بحري، واصفاً العملية بالإرهابية. العملية عقبها إرسال كوريا الجنوبية إحدى سفنها الحربية المشاركة في قوات مكافحة القرصنة في المحيط الهندي إلى البحر الأحمر، فيما من المتوقع وصول وزير الدفاع الكوري إلى الرياض في زيارة لها علاقة بالتطورات الأخيرة، مع تأكيد وزارة الخارجية الكورية أنها تبحث مع حلفائها سبل إنقاذ رعاياها المحتجزين وإنهاء احتجاز السفينتين. لم يكن هذا هو التهديد الحوثي الأول لخط الملاحة الدولية، فقد أقدمت الميليشيا من قبل على استهداف سفن دولية في أكثر من حادثة. لكن السؤال هو لماذا لم تواجه هذه الأعمال العدائية بموقف حازم من قبل المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة؟ صمت الدول عن هذه الاعتداءات التي ينفذها الحوثيون وعدم التعامل معها بحزم يحمل معه أسئلة لا تجد إجابات مقنعة. فخط التجارة الدولي الذي يمر بجانب أكبر مخزون للنفط في العالم أصبح مهدداً بشكل حقيقي من قبل ميليشيا مرتبطة بمشروع إيران الإقليمي الطموح، فيما لم يكن هناك أي تحرك من قبل القوات الدولية التي ترابط قرب المنطقة لإيقاف هذه الهجمات. السعودية التي تحاور الحوثيين من أجل إيقاف الهجمات بين الجانبين على البر، سيكون عليها فتح بند جديد للحوار مع الميليشيا لإيقاف هجماتها على سفنها في البحر، وهذا ربما سيكون له ثمن مختلف، في حين يبقى الثمن الأكبر هو ما يدفعه اليمنيون منذ 5 سنوات. جدد ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم فيها لي بالاستوديو للمرة الأولى الصحفي الأستاذ غمدان اليوسفي. أهلا بك أستاذ، حياك الله. إذا ما بدأنا سيد غمدان بما يعني بالحديث عن مسألة احتجاز ثلاثة سفن من قبل ميليشيات الحوثي، إلى أي مدى ستؤثر هذه العملية على أمن الملاحة في البحر الأحمر والملاحة الدولية بشكل عام؟ على اعتبار أن هذه الحالة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات، يعني يفترض أنه هذه أكبر رسالة أراد الحوثيون أن يوصلها إلى العالم، إلى المجتمع الدولي، إلى المملكة العربية السعودية بدرجة أساسية، خصوصا أنه هذه العملية تتزامن مع الحديث، إذا جاز الحديث، عن نقاشات بينها وبين المملكة العربية السعودية
يعني او لفتح خطوط نقاشات حول توقيف المواجهات في الجبهة الشمالية، وهي نقاشات حول فقط نقطة جزئية معينة التي هي إيقاف الاشتباكات في الحدود الجنوبية بمقابل إيقاف ضربات الطيران. لكن اليوم نحن أمام مشهد جديد، وهو المشهد الذي ربما أراد الحوثيون أن يخلقوا من خلاله ملف جديد للنقاشات السياسية في المستقبل، أن يتم خلق وفتح بوابة جديدة لصناعة أزمة جديدة. سنخلص من الأولى حسب يعني ما يظهر في الصورة، أنه سنخلص من الحديث عن مسألة المواجهات في الحد الجنوبي، وسينسحب سواء اليمنيين المجندين في تلك المنطقة أو يعني والقوات المسلحة التابعة للحكومة، وأيضا سيتراجع السعوديين إلى ثكناتهم في إلى مرحلة ما قبل 2015. فبعد ذلك سندخل في نقاشات تتعلق بالملاحة البحرية، أما ما يتعلق بمرحلة استعادة الدولة أو عودة الحكومة الشرعية فهذه نقاشات ستبقى يمنية. اليوم لدينا ملف نريد أن نشغل به العالم، يعني وما يظهر من خلال ردود الفعل الصامتة دوليا يؤكد أنه هناك ما يشبه إعطاء ضوء أخضر للحوثيين لمواجهة المملكة العربية السعودية بما هو متاح، وفي في 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 الوقت الذي أيضا تتواجد فيه إيران في هذه المياه بشكل رسمي، ولديها حسب الإعلانات الدولية بشكل كامل أنه لديها سفن تقوم بمهام روتينية بين قوسين، وهذه التصريحات تخرج بين حين وآخر. وأعتقد أنه هذه السفن التي تقوم بالمهام الروتينية هي من تقوم بإعطاء الإحداثيات. لا يملك الحوثيين الأجهزة المتطورة لرصد تحركات السفن في يعني في المياه الإقليمية اليمنية، وإنما لديهم هذه المراصد. وأعتقد أنه هناك تقارير دولية تتحدث عن كم المعلومات التي ترفعها هذه السفن الإيرانية للحوثيين. أيضا يتزامن هذا الأمر مع اعتماد إيران السفير للحوثيين لديهم في طهران وتسليمهم مقرات دبلوماسية يفترض أنها تابعة للحكومة الشرعية اليمنية، وهي خطوة أعتقد أنه حسب ما تصرح به وزارة الخارجية اليمنية مخالفة لكل المواثيق الدولية. يعني هذا ربما المشهد بشكل إجمالي. في دلالة التوقيت، وأنت أشرت إلى مسألة مهمة، كان هناك نوع من الهدنة ما بين يعني الهدنة المعلنة من قبل الحوثيين على الأقل من طرف واحد، وإن رحب بها ناطق التحالف في العقيد تركي المالكي فيما يتعلق بأنهم سيوقفوا الضربات على الأراضي السعودية. الآن هناك احتجاز لسفينة سعودية وسفن أخرى كورية، هل توقفت الهدنة بذلك؟ ربما ما يظهر من الصورة أن المحادثات سواء التي تمت في الرياض وقادها مجموعة من الحوثيين والمقربين من الحوثيين، وأيضا المحادثات التي جرت في سلطنة عمان برئاسة يعني ولي العهد أو وزير الدفاع خالد بن سلمان، يعني أعتذر عن مسألة التصنيف لكي لا يؤخذ علي في وسائل التواصل، نائب وزير الدفاع. نعم، هو نائب وزير الدفاع وزير الخارجية. أعتقد أنها لم تصل إلى نتيجة يبنى عليها، وبالتالي كانت يعني ربما السعوديين لم يدخلوا في نقاشات مباشرة مع الحوثيين من قبل. هذه ربما هي المناقشات الأولى التي تتم ربما بين هذين الطرفين، وبالتالي ربما لا يدركون صعوبة النقاش مع الحوثيين، وبالتالي خرجت التسريبات أن هناك نقاشات تدور حول إيقاف الاشتباكات هنا أو هناك، وأن هناك نقاشات لمرحلة ما بعد حتى الرئيس هذه. وأعتقد أنه تدرك أنت التقرير الذي نشرته قناة بلقيس والتفاصيل التي دارت حول مسألة النقاشات مع الحوثيين، ولكن هذه المعلومات جاءت من طرف واحد، بينما المملكة العربية السعودية أو المسؤولين في المملكة العربية السعودية لا يدركون حجم أو صعوبة النقاش مع الحوثيين، أنهم لا تستطيع أن تخرج معهم، لا تستطيع أن تصل إلى نقطة نقاش مشتركة. وبالتالي أعتقد أنه الرسالة يعني اليوم ما خرج اليوم أو بالأمس يعني هذه النتيجة توضح أنه حجم النقاشات كان كبير، ولكنهم لم يصلوا حتى إلى نقاط أولية للتفاهم، وبالتالي اليوم ترسل هذه الرسالة بأن يتم استهداف سفينة تابعة للمملكة العربية السعودية، وهي لم تكن لا في مهمة عسكرية ولم تكن يعني لديها شيء يمكن أن تتهم به، يعني هذه السفينة
وتعبر المياه الدولية، وبالتالي يعني الاعتداء عليها هو استهداف للملاحة البحرية، إضافة إلى سفينتين كوريتين، وهذه الدولة كوريا الجنوبية وهي دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. يفترض أننا نتحدث عن مسألة قلق دولي، لكن إلى هذه اللحظة وكأن العالم يستمتع بهذه اللحظة وينتظر يعني ما الذي يعني ينتظر ردود الفعل، ثم سيتحرك في مرحلة. سنعود إلى مسألة رد الفعل البارد إن صح التعبير من قبل المجتمع الدولي، لكن قبل ذلك دعنا نشك معنا في الحوار دكتور علي الذهب، المحلل البحث والمحلل العسكري والمختص بالأمن والسلامة والبيئة البحرية الذي ينضم لنا من القاهرة. أرحب بك دكتور. إذن الحوثيون يعلنون احتجاز ثلاث سفن في البحر الأحمر، منها سفينتان كوريتان وسفينة سعودية، كيف تقرأ هذه الحادثة من زاويتك؟ تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين جميعا. في الحقيقة أنا أعد هذه الحادثة ضمن الحوادث السابقة التي يستثمر فيها الحوثيون بقاء أجزاء من الساحل الغربي تحت سيطرتهم بما في ذلك ميناء الحديدة، وهذا الاستثمار هو استثمار سياسي أكثر من كونه استثمارا عسكريا، لأنه يهدف إلى إيصال رسائل معينة نحو الداخل والخارج تفيد بقناعة أو تعزز من قناعة الحل السياسي في ظل تعثر الحسم العسكري أو قناعة الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تقف خلف إحباط الحسم العسكري في الحديدة. وهو أيضا يعبر عن أن الحوثيين لديهم يعني قدرة على إحداث شيء ما في بما يعلم رصيدهم لدى قاعدتهم العسكرية، قواعدهم العسكرية والمدنية والسياسية والإعلامية، وبالتالي فإن مثل هذه الأحداث قد تتكرر في ظل ارتباك التحالف، عجزه عن حماية السفن، عن تأمين الملاحة، عن خيارات تنفيذ اتفاقية ستوكهولم ومن هذا القبيل. طيب في هذا السياق انتشرت إلى رسائل سياسية أكثر مما هي عسكرية، ما هي هذه الرسائل التي يريد الحوثيون إيصالها في هذا السياق؟ وإلى أي مدى يعني يتهدد هذا الأمر بالفعل الممر الدولي، الممرات الدولية، ممرات الملاحة الدولية؟ هذه السفن هي سفن مدنية، وبالتالي لها حق المرور البريء في البحر الإقليمي اليمني الذي يمتد 12 ميلا في البحر، يعني بحسب موجود ما هو يعني محترف به في اتفاقية قانون البحر لعام 82. والرسائل يعني نقول أنها رسائل سياسية، لأنه ليس من ليس هدفا عسكريا، لأنها ليست يعني سفن حربية تقوم بمهام عسكرية أو بما يخدم نشاط الحرب، ولكنها سفن تجارية. إذن نحن نقول أمام هذا الحدث بأنها تحمل دلالات سياسية أو تهدف إلى إحداث قناعات سياسية، منها أن التحالف أمام خيار الحل السياسي للأزمة وليس الخيار العسكري الذي أحبط بدخول الحديدة والساحل الغربي في اتفاق ستوكهولم، والذي مر عليه أكثر من عام دون أن يحدث تحولا حقيقيا على الأرض. أما الرسائل الأخرى فهي يمكن أن تكون السفن الكورية، أن يطلق الحوثيون السفن الكورية كهبة أو كبادرة بحسنية لكسب. دكتور علي. ألو ألو. نعم نعم تفضل، نهاية الفكرة لو تكملها أو تعيدها رجاء. أنا أقول أن يعني الحوثيين أن الحوثيين لديهم يعني استراتيجيات متعددة تريد أن تثبت لكثير من الأطراف أنهم قادرون على إحداث شيء على الأرض، ومن هذه الأمور أنهم يجبرون جميع الأطراف على الاندفاع وراء الخيار السياسي أو الدبلوماسي لحل الأزمة بعيد عن الخيار العسكري الذي يهيئ من الآخرين أنه بات أمرا صعبا. تفضل بالبقاء معي دكتور علي. السيد اليوسف، يعني في سياق الحديث عن الرسائل، ما هي الرسائل التي يجب أن تصل للعالم من خلال ذلك؟ يعني من يستهدف الحوثيون في بداية الأمر عندما يقومون باحتجاز مثل هكذا
السفن. ربما ايضا اذا قسنا مساله اختيار الجنسيات التي تحملها هذه السفن، ربما هي فقط اشاره صغيره للعالم انه نحن نستطيع ان نقوم بالمزيد، لكن هي لن تتجرأ اساسا على احتجاز مثلا سفينه تحمل النفط. هذه ربما ستكون بمثابه اعلان حرب يعني، لكن هي بدأت بسفن صغيرة، سفن تجارية صغيرة، وبالتأكيد هي مسألة وقت وستفرج عنها، لكن الرسالة الأولى هي والأهم بالنسبة لها أن توصلها للمملكة العربية السعودية أنه نحن الأقوى، وأن الحكومة الشرعية التي تحاولون أن تدعموها في سواء في محاولات إعادتها لعدن، خصوصا أنه الأمر تزامن أيضا مع عودة رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى محافظة عدن. كل هذه رسائل مرتبطة يعني زمنيا مع ما يحدث في إيران من صراع في الداخل، مع ما يحدث كما أيضا طرحت فيما يتعلق مسألة اعتماد السفير من قبل الرئيس الإيراني. يعني كل هذه التفاصيل تؤكد أنه نحن هنا يعني للمملكة العربية السعودية، وأنه نحن الذي يجب أنه تقدم تنازلات لنا أكثر مما تقدمه لأي طرف آخر. ما يتعلق بإيران أيضا يحاول أن يثبت أنه مهما حدث في إيران سواء الاحتجاجات الداخلية ليست لها ارتباط في الداخل اليمني، يريد أن يوصلوا أيضا هذه الرسالة. فأعتقد أنه السعوديين لديهم قد يكون لديهم خطة للرد على مثل هذا الاعتداء، لأنه في النهاية أن تبقى السعودية في موضع تلقي الصفعات سواء في الحدود الجنوبية أو غيرها فهو أمر أصبح مسيء أو مهين للمملكة العربية السعودية التي دخلت أيضا بتحالف مع الإمارات وتسببت بكثير من الشروخ أو الخدوش في وجه المملكة، وأظهرت صورتها الضعيفة حتى سواء في المشهد اليمني أو خارج المشهد اليمني، أو حتى في الملفات التي تطرح دوليا عن ما يدور في المملكة العربية السعودية من قبل حلفائها أنفسهم يعني. طيب في هذا السياق عن مسألة أبعاد أو ردود الفعل حول هذا التصعيد، سأسأل الدكتور علي. أسألك دكتور علي، يعني ما الذي نتوقع حدوثه الآن، خاصة عندما نسمع الأخبار من المصادر الكورية تقول أن وزير الدفاع الكوري هو في الرياض اليوم ليناقش مسألة الأمن البحري ويناقش هذه الحادثة؟ أعتقد أن كوريا دخلت الآن بشكل قوي في هذه الأحداث أو فيما يجري داخل اليمن، على اعتبار أن إحدى سفنها أو القاطرة التي الحفر الذي كانت تسحبه القاطرة السعودية ضمن السفن المحتجزة، ولكن هذا لا يعد أمرا مبررا لدخولها عسكريا، لأنها تتحاشى مثل تدخل في هذه الأماكن. هي الآن تشارك في مواجهة أعمال القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن ضمن تحالف دولي، وتحالف أيضا ضمن من دول المنطقة نفسها، وتضم أيضا دول تضم اليمن، لكن إمكانية اليمن أصبحت محدودة أو تحت الصفر الآن. نقول دول البحر الأحمر باستثناء دولة الكيان الصهيوني وخليج عدن، وهذا معروف أنه في إطار دول المنطقة فيما يعرف بمدونة السلو بيوتي، والتي حدثت في 2017 بموجب تحديث جدة لعام 2017 الذي يواجه أعمال القرصنة والتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والإرهاب. دخول كوريا الجنوبية في هذه المسائل هو من باب المصلحة الخاصة في إطلاق سفينتها وأعتقد المستجدة، وأعتقد أن الحوثيين سيبادرون بإطلاقها لكسب الموقف الكوري، واعتبار ذلك مبادرة منهم على سبيل تلطيف يعني سمعتهم وإثبات أنهم قادرون على فعل شيء، وأنهم طرف مؤثر لديه المبادرة، لديه القدرة على إحداث شيء على أرض الواقع. طيب في سياق الحديث عن حوادث ربما تكون مشابهة فيما يتعلق مثلا بالقرصنة التي كانت تحدث يعني في سواحل البحر الأحمر أو في البحر الأحمر وكذا في البحر العربي إذا أمام القرن الأفريقي أقصد، إلى أي مدى يمكن لمثل هكذا حادثة التي قام بها الحوثيون أن تستجلب رد فعل عالمي أقوى برأيك؟
أعتقد أن مسألة القرصنة بالنسبة لردود الأفعال التي قد تواجه مثل هذه الأشياء قد تكون يعني على النقيض، أنا أتصور أن القرصنة أمر منفصل تماما عن ما يجري، لأن القرصنة هي عمل من أعمال السرقة والنهب الذي تستهدف السفن التجارية، ولكن ما قام به الحوثيون هو لا يعد أيضا قرصنة لأنه وقع في إطار البحر الإقليمي اليمني، بما أن القرصنة البحرية تكون في عالي البحار، ولذلك تصنف مثل هذه الأعمال كأنها يعني سطو مسلح، ولكن التحالف يقول أنها اختطاف، والاختطاف يعني نوع من أنواع أو صورة من صور الإرهاب كما حدث المدمرة أو ناقلة النفط في 2008 سيريا ستار اللي كانت تعمل في شركة أرامكو وأطلقت في عام 2009 بموجب فدية ملايين الدولارات. نحن نقول أن هنا لا يمكن أن نربط بين ما حدث وما سيحدث كعمل مناهضة أو مضادة، لا أتصور، هذا عمل منفصل وقد تجري أعمال أخرى أو هي شبيهة بأعمال قامت بها الـ يعني إيران في خليج في مضيق هرمز وما قامت بها سلطات مضيق جبل طارق عندما احتجزت ناقلة نفط كانت تمون سوريا وهي ناقلة نفط إيرانية. أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الذهب الباحث والمحلل العسكري المتخصص في الأمن والسلامة وسلامة البيئة البحرية، كنت معنا بالهاتف من القاهرة. بالعودة إليك سيد اليوسفي، التصريحات الأولى لجماعة الحوثي بعد هذه الحادثة كانت ربما الأبرز، التصريحات كان عبر محمد علي الحوثي الذي قال إنه إذا ثبت أن السفينتين كوريتين سيتم إخلاء سبيلهما بعد استكمال الإجراءات. هناك تصريح آخر لمحمد البخيتي أحدث منه يقول إن السفن الثلاث التي تحتجزها جماعة كانت تقوم بأعمال عدائية ضد اليمن، وتابع إن إحدى السفن كانت تقوم بأعمال عدائية فيما يتعلق بالسفن الكورية، والسفينة السعودية كانت تستخدم لمهام عسكرية. ما الذي تقرأ في هذه التصريحات الحوثية؟ يعني من المستغرب أنه لديهم كل هذه المعلومات، أنه هذه السفن تقوم بأعمال عدائية، يعني ما هي الإمكانات التي استطاع من خلالها الحوثيين أن يستكشفوا أن هذه السفن كانت تقوم بأعمال عدائية وهي سفن مدنية؟ ما هي الأعمال العدائية؟ يعني لماذا لا يتم توضيح مثل هذه الأعمال؟ هي في النهاية هناك كما قلت أنه ترفع إحداثيات من قبل السفن الإيرانية المتواجدة سواء في خليج عدن أو في يعني في البحر الأحمر، هي تتواجد بشكل دائم وبالتفاهم مع المجتمع الدولي، وما الذي تقوم به السفن الإيرانية في مثل هذه المناطق سوى رصد مثل هذه التحركات، يعني أو رصد يعني أو لنقول تكييف مثل هذه الأحداث لإسقاط واقع سياسي معين. اليوم ربما عملية متزامنة لثلاث سفن، يعني لم يعلن عن طبيعة ما هي الأعمال العدائية والسفينة، وكما ظهرت الصور أيضا تؤكد أن السفن المتواجدة كانت سفن مدنية، ولا يعني وأعتقد أنه حتى واقع كونها سفن تجارية ليست من السفن الكبيرة، وهي فقط ربما ستأخذ، وكما تحدث الدكتور علي يمكن أن يطلق سراح السفن الكورية، لكن ستبقى السفينة السعودية لكسب. يعني كانت هي المستهدفة السفينة السعودية برأيك، ربما والسفينتان الكوريتان جاءتا بالضبط، سيكون بالطريق. الموضوع مخجل أمام العالم إذا خرج الكوريين وتحدثوا عن أن الحوثيون أخذوا سفينة سعودية من جوار السفن الكورية، فبالتالي ربما تكون صدف وجود هذه السفن في التوقيت الخاطئ، لأنه كوريا ليست داخلة في المشهد كي يتم استهداف سفنها لا من قريب ولا من بعيد يعني في النهاية. وأعتقد أنه الموضوع مهدد، كوريا كونها إحدى أهم الاقتصادات العالمية، فمن الصعب أن يتم السكوت عن إبقاء سفينتين
في 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 المياه يعني لدى جماعه مسلحه يعتبرها العالم حتى الان يعني قادتها خاضعين حتى الان تحت عقوبه دوليه. وبالتالي هل سنشهد يعني في الغد سفن كوريا جنوبيه تنضم الى هذه السفن؟ يعني اعتقد يعني هناك مصالح مرتبطه بمصر، مصالح مرتبطه بقناه السويس، مصالح مرتبطه باوروبا، مصالح يعني المشهد يعني سيكون لها عد خطيرة للغاية، ولكن لا أعتقد أنه سيطول الوقت حتى يتم الإفراج عن على الأقل عن السفينتين الكورتين. وأتفق مع ما ذكره الدكتور علي الذهبنا. طيب بعدنا نشك معنا في الحوار سيد اليوسف الأستاذ مصطفى الجبزي الكاتب والباحث الذي انضم لنا عبر سكايب من فرنسا. أرحب بك سيد الجبزي. إذن ميليشيا الحوثي تنفذ عمليات احتجاز لثلاث سفن، منها سفينة سعودية أخريتان تابعتان لكوريا الجنوبية. من وجهة نظرك ما الذي تحمله هذه الخطوة من دلالات؟ مرحبا أخي العزيز، تحية لك ولمشاهديك. أهلا وسهلا. توقيت هذه العملية يجب أن يؤخذ عند الاعتبار أولا ربما تجاوز المدخل، فالآن الأنظار وجهت إلى في العراق ولبنان وهي متصلة بالصراع وربما الأحداث هناك على الأرض والهيمنة الأمريكية، بل لابد حدث يوجه الأنظار باتجاه آخر، لكن بالطبع هناك طيب سيد الجبزي هناك إشكالية في وصول الصوت، سنحاول العمل على حل هذه الإشكالية. إلى حين ذلك أعود إليك سيد اليوسفي، يعني فيما يتعلق بردود الفعل إلى الآن فقط مؤتمر صحفي تقريبا للتحالف، فقط تصريحات للمسؤولين في الحكومة الشرعية، هل تتفق مع حجم وأهمية الحدث برأيك؟ الحكومة اليمنية في الأساس ليس لها أي سلطة على تلك المناطق، وربما صاحب السلطة الأعلى اليوم يفترض أن يكون المبعوث الأممي الذي خرج باتفاق جنيف أيا كان نوعه. لكن ما يتعلق بالبحر الأحمر وما يتعلق بميناء الحديدة وما يتعلق بهذه التفاصيل اليوم هناك حضور قوي للمبعوث الأممي، خصوصا مع التحركات الأخيرة للحكومة والتي من خلالها ألزمت أو أجبرت السفن التجارية الداخلة إلى اليمن بدفع الرسوم إلى حساب محايد في الحديدة، حساب بنكي محايد في الحديدة، وتوريد هذه الرسوم عبره ويعني وبشراف من المبعوث الأممي. إذن يفترض أن يكون هذا الإقليم يعني خاضع لتفاصيل اتفاق جنيف، خاضع لستوكهولم، خاضع أيضا يعني وبحضور أيضا اللجان العسكرية التابعة للأمم المتحدة في الحديدة. كل هذه الأعمال اليوم تتم تحت أنظار الأمم المتحدة، وإلى هذه اللحظة لم نجد موقف. يعني يفترض أنه كان خلال الساعات أو خلال 24 ساعة ماضية قد خرج تصريح على الأقل من مكتب المبعوث الأممي يتحدث عن هذه الواقعة، يعني أو حتى يعني تصريح للجنة الأمنية المتواجدة في الحديدة، يعني وكأن هناك يعني اتفاق عالمي على الصمت حيال هذه الإشكالية حتى يتخلق رأي موحد في الإقليم وفي الإدارة الدولية للمشهد اليمني. لا أحد يدرك ما هي هذه التفاصيل التي يمكن أن تخرج بها الساعات القادمة، لكن يبدو أن هناك محاولة ضغوط لحلحلة الملف اليمني، وهذه الضغوط ربما ستنصب على المملكة العربية السعودية لتقديم التنازلات للحوثيين، وهو ما يتجلى ربما تدريجيا، لكن أيضا سينعكس هذه الضغوط على من؟ هي على الطرف الأضعف في المعادلة في اليمن، وهي طرف الشرعية وطرف الرئيس عبد الرب المنصور هادي وحكومته. يعني هذه التفاصيل ربما تبين حجم يعني التواطؤ الدولي مع الحوثيين، يعني على اعتبار انها السلطه المتواجده بشكل
قائم، بينما طرف يعني التحالف الذي أضعف الشرعية واليوم يحاول أن 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 يبعثها من جديد في سواء في عدن أو غيرها، ولكن ربما قد يكون تأخر الوقت ولكن لم ينتهي. نعود إلى الدكتور أو إلى السيد مصطفى الجبزي فيما يتعلق بقراءتي لهذه الحادثة. أعود إليك سيد الجبزي، لو لأنه الفكرة لم تكن واضحة فيما يتعلق بقراءتك لدلالات هذه الخطوة. مرحبا، أتمنى أن يكون الصوت الآن أكثر وضوحا. تفضل. نعم، هذه الحادثة يمكن قراءتها على أكثر من مستوى، لن أعيد ما قلته سابقا، ولكن على الصعيد الدولي الحوثية هي جماعة ذات طبيعة وظيفية منذ أن خلقت، بعيدا عن موقعها في الداخل اليمني، هي أداة وظيفية بحتة للجانب الإيراني، ويتم تفعيل قدراتها التهديدية أو القدرة على إحداث ضرر لدول الجوار أو لدول أخرى بناء على استراتيجية خاصة إيرانية. فشلت الاستفزازات التي حدثت في الخليج العربي في أن تدفع المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات على إيران، وضمن سياسة خاصة إيران تنتهجها هي ما يسمى سياسة الحافة أو الهاوية، وبالتالي كان لابد من إحداث تهديد عند سقف معين في الجهة الأخرى وهو البحر الأحمر. لكن أيضا الحدث هذا يمكن فهمه في إطار الأحداث التي الدائرة حاليا في العراق وفي لبنان، وهي عواصم كانت تخضع إلى حد كبير جدا وربما كليا تحت هيمنة الجانب الإيراني، والآن هناك انتفاضة قوية تريد استعادة أولا ضمن مطالبات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لكنها أيضا تنفي الهيمنة، تريد التخلص من الهيمنة الإيرانية. وتفعيل الجانب الحوثي هو للفت الأنظار نحو منطقة أخرى غير إيران. أيضا الجماعة الحوثية تتعامل كأنها جماعة مارقة، وتؤمن بأنها من خلال تحرشها بالمجتمع عند سقف معين من تنفيذ التهديدات يمكن لهذا المجتمع أن يقدم لها تنازلات ويتعامل معها باعتبارها سلطة واقع وقوة موجودة ومهيمنة. نلاحظ أولا هذه العملية ليست الأولى، هناك عمليات سابقة تم تنفيذها ضد أهداف عسكرية أو أهداف تابعة للتحالف أو للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الآن ربما كانت غلطة غير مدروسة، أو لنقول أنها ليست غلطة، دخلت كوريا الجنوبية في المسألة. السفينة السعودية كانت تجر سفن كوريا، دخول كوريا يجعل من المسألة الحوثية أن تذهب إلى الشرق الأقصى، وبالتالي يمكن أن يتفهم الجانب الآخر من العالم المشكلة اليمنية انطلاقا من أن هذه الجماعة تمثل تهديد لمصالح اقتصادية. كوريا الجنوبية دولة شريكة اقتصادية كبيرة جدا سواء للشرق الأوسط لأنها مشتري أساسي للوقود، في السابق كانت اليمن والآن تشتري من دول الخليج وهي بحاجة ماسة، وأظن لها مصالح كبيرة وربما لها حضور سابق لمكافحة القرصنة، والآن هذه العملية الحوثية وإن كانت غلطة وربما لاحقا يقدمون تنازل عاجل ويفرقون عن السفن الكورية، لكن لا أتصور كيف سيتم الإفراج عن السفن الكورية وهي كانت تجر بالمرة، يعني سيتطلب الأمر أن نأتي سفينة أخرى لتجرها. عموما بالجانب الآخر المحلي، ظهور خبر بأن هناك محادثات أو مشاورات أو لقاءات بين الحوثيين والسعودية ينتزع كثيرا جدا من الخطاب السائد الذي اشتغل عليه الحوثيون لفترة طويلة إلى حد أنهم استنفذوا، وهو أنهم يتعاملون مع عدوان والنقران وهم يكفوا بيستعملون وسيفتحمون مكة، هذا الخطاب الدعائي الكبير، وفجأة أن يجلسون جنبا إلى جنب أو وجها لوجه مع الجانب السعودي وبالتأكيد سيقدمون تنازل، هذا ينتزع كثير من شرعيتهم ويهدم ما بنوه من خطاب. يعني هل أفهم منك أن الحوثيون بهذه الحادثة أو بهذا التصعيد يحاولون التعامل مع الرأي العام داخليا بعد التسريبات المستمرة والحديث عن التناقشات أو التفاهمات مع المملكة العربية السعودية؟
هناك أكثر من أمر. هذا أولاً، هم معنيون كثير جداً بالاستمرار في التحشيد بشكل دائم بشكل صحيح أو غير صحيح ضمن استراتيجية دعائية صارمة ومكثفة جداً. لكن وجود السعودية أو دخولها في تفاهمات مع الحوثي لتهدئة الوضع وتأمين حدودها دون إعطاء صورة واضحة عن ما سيقول بخصوص الجانب، بخصوص القضية اليمنية الكبرى وهي إشكالية النزاع الشرعية والانقلاب وما إلى ذلك، يشير إلى أن السعودية ربما تحل مشكلتها بشكل جزئي مع الحوثيين ثم تكون لاحقا في وضع الوسيط بين الشرعية والحوثيين كما حدث مع الانتقالي والحكومة الشرعية. بالتالي هذا ينسف تماما الخطاب الذي يرتكز عليه الحوثيون لفترة طويلة بأن الحرب التي يخوضونها هي حرب ضد العدو الخارجي ويتناسون تماما الجانب الداخلي، أي أنهم ينتزعون كما سيعيد النظر في حربهم الداخلية أكثر مما هو حادث ربما في المناطق التي يسيطرون عليها. وبهذا هم يريدون التأكيد بأن المشكلة مع السعودية هي المستوى الأول من المشاكل وليس المشكلة مع الشرعية. يريدون أن يتجاوزوا مسألة وجود شرعية وحكومة شرعية وحرب وانقلاب وما إلى ذلك، ليؤكدوا أن الحرب هي حرب ذات طابع دولي بين كيانين سياديين هما اليمن الذي يدعي الحوثيون تمثيله والمملكة العربية السعودية. تفضل بالبقاء معي سيد الجبزي. بالعودة إليك سيد غمدان، في تعامل ميليشيات الحوثي بشكل عام خلال يعني خلال تحشيدها داخليا، إلى أي مدى تعتمد على أنها تمثل اليمنيين أو تمثل المشكلة اليمنية وعلى المظلومية فيما يتعلق بالتعامل مع دولة جارة هي السعودية التي هي تقول أنها تطغى على اليمن أو تمثل عدوانا عليها؟ الاتكاء على هذا على 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 هذا على هذا العنصر بشكل أساسي خلال سنوات الحرب ربما قد وصل واستنفذ معناه، قد يكون وجد كثير من القبول. في النهاية هناك ما يشبه الوجهة النظر يعني لدى كثير من اليمنيين فيما يتعلق بالتعامل السعودي مع اليمن بشكل أو بآخر، وحاول الحوثيون أن يستغلوا مثل هذه النقطة، لكن قد يكون نجحوا لدى أنصارهم الذين ربما يعني يتم الضخ الإعلامي إليهم من خلال يعني قنوات محددة ومن خلال يعني ندوات ومدارس ونقاشات ودورات فكرية يعني لتعزيز مثل هذه القناعات ثم محاولة نشرها في داخل أوساط المجتمع. لكن يعني إذا فقط أردت أن تغذي الناس بأفكار ربما قد تكون جزئية منها مقبولة، لكن يعني مع طول السنوات ولا تغذي هؤلاء الأشخاص بالخبز، فمن الذي سينتج من يعني من تغذية مثل هذه الأفكار؟ أعتقد أنه هؤلاء الذين يقعون تحت رحمة الحوثي اليوم ربما ينتظرون مخلصا فقط يعني في سواء اليوم أو بعد سنة أو بعد عشر أو يعني أو بعد جيل حتى. في النهاية لا يريد الحوثيون قياس حجم يعني تقبل الناس لهم في الداخل، خصوصا مع كل هذا الثراء الباذخ الذي يظهر على القيادة الحوثية في المقابل مع هذا التدهور الاقتصادي والإنساني في مناطق سيطرتهم. اليوم أيضا نكسب أعداء جدد من خلال استهداف مثل هذه السفن، ونحن نبحث عن كيس قمح لهؤلاء المساكين. ربما اليوم نحن نقطع الطرق على سفن جديدة يفترض أن تدخل يعني بتجارتها إلى اليمن، خصوصا مع استقرار البحر الأحمر أو ميناء الحديدة تحت مظلة الأمم المتحدة وتشريع يعني دخل الرسوم يعني للحوثيين بصورة أنها ستدخل على إلى حسابات يفترض أنها تصرف للرواتب، لكن لا تستطيع أساسا الأمم المتحدة أيضا التحكم بمثل يعني التصرف مثل هذه الأموال. يعني هذه التفاصيل تظهر حجم أنه يعني كم وصل الحوثيين إلى مسألة الإفلاس في اتخاذ سياسات تقنع الناس بشرعيتهم. اليوم تحاول أن تظهر لهم أنهم هم الأبطال الذين يقاتلون هذه الدولة الشقيقة
الطريقة التي يعني تتعامل معنا بعنجهية، ويعني لكن هذا هذا العنصر اليوم لم يعد كما يقول المثل الشعبي يعني ما يأكلش عيش، يعني أصبح الناس يحتاجون إلى دواء للكوليرا ويحتاجون إلى قمح ويحتاجون إلى مدارس. يعني هذا العنصر الذي ربما هو ما سيسقط الحوثي سواء اليوم أو غدا، يعني في المقابل هذا العنصر الاستعلاء يعني العسكري الذي يعني لدى في يد الحوثي يتفاخر به أمام الناس تحت سيطرته لا يتواجد في المقابل لدى الحكومة الشرعية، ويتواجد الجانب الآخر الذي هو محاولة الاهتمام بصرف الرواتب وإغلاق يعني محاولات خلق واقع اقتصادي معين، محاولات علاج بعض المشكلات. هذا الهم لا يوجد أساسا لدى الحوثي، يعني يتصور أن يتم يعني كسب 16 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، 16 يعني أو يعني أكثر من عشرات المليارات، لا أريد أن أذكر رقم لأنه ما نش حافظ الرقم بشكل تحديد، لكن ثلاث سفن فقط خلال شهر ضخت أموال لحسابات في يعني من البحر من ميناء الحديدة كانت كافية لضخ رواتب شهور في 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 صنعاء، لكن فقط اكتفوا بمناسبة يعني المولد النبوي أن يصرفوا نصف راتب. يعني مدى استعلاء على الناس ومحاولة إفهامها. هذا الأمر يعني يقتضي بعض الردود من قبل الجهات الأخرى الفاعلة في المشهد، وهذا ما أسأل عليه السيد مصطفى الجبزي. السيد الجبزي، يعني في إطار الحديث عن ردود الفعل، برأيك إلى أي مدى ستستثمر الحكومة الشرعية من وجهة نظرها على الأقل هذا التصعيد من قبل الحوثيين في المعركة بمواجهتهم؟ أولاً نحن على نحن نقترب من الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق صفن، ربما نحن على مسافة شهر، وهذا الاتفاق تعثر كثيرا، ورغم جهود كبيرة تبذلها الأمم المتحدة لإنجاحه باعتباره لبنى أساسية في اليمن، لكن هناك خروقات كبيرة جدا والمواجهات لا تزال مشتعلة. ربما قلت انخفض معدل الاقتتال، لكن الانخفاض ليس بال مية كبيرة. هذه العملية تمثل شكل من أشكال الخروقات، لأنها أولاً تمثل جغرافياً بالحديدة، وتمس بشكل أو بآخر الجهود المعنية بإنفاذ اتفاق سكون. هذا من ناحية، والحكومة اليمنية تؤكد كانت مراراً على أن أولاً يجب المضيف في اتفاق ستوكهولم والإنجاح بكافة جوانبه. اليوم ربما الصحف أو المواقع نقلت لنا خبر عن أن رئيس الجمهورية يتحدث عن صيغة جديدة أو معادلة جديدة لكلام شامل، بمعنى أن اعتراف ضمني أو إقرار ضمني بفلسطين. الحكومة تستمر أتوقع في الحديث عن فروقات الحوثي، وهذا أصبحت بلاغة تقليدية، لكن سيكون هناك تأثير آخر بالنسبة للتهديدات المتعلقة بالمياه البحرية. هي تراكمية، لا تحدث واحدة، لأنها وعي دولي مخاطر، ويتم رصد أحداث أداها، مقدار تأثيرها على سير الملاحة، مقدار تأثيرها على الدول المعنية، هل انحصرت فقط لا غير ضمن الدول العلاقة الرابطة بينها عداء أو صراع، أم أنها تجاوزت إلى دول غير كذلك غير داخلة في هذا الصراع، هل تمس فقط لا غير قطعة بحرية، أم أنها كما ذكر أنها أيضا بدأت تعتدي على قطعة دنية. بالتالي سيتشكل تراكم تدريجيا إلى أن يبدأ المجتمع الدولي يوفر الموارد اللازمة لمواجهة هذا التهديد. الأمر حدث مع القرصنة، أخذت وقتا طويلا حتى رد فعل. بعدها بعد سنوات من العمليات التي نشأت ظل التساهل، لا أحد لديه استعداد إلى حرب. فبعدها بعد فترة 40 دولة قررت مواجهة هذا الأمر، ووظفت أموال هائلة جدا لمواجهة القرصنة، وانخفض إلى حد كبير تهديد القرصنة في المحيط وفي خليج عدن والبحر الأحمر.
الحوثي تدريجيا دون ان يدرك وهو يقامر كثيرا على اليمني، وبقدره اليمن الى ان تعود مجددا على الاقل صورتها بانها بلد مساهم او مشارك في الامن وسلم الدوليين. اولا نحن عانينا كثيرا من جماعه ارهابيه وبالتالي وصفنا بالارهاب، والان لدينا جماعه اخرى متطرفه راديكاليه وتمارس تهديد للجوار وتهديد للملاحه الدوليه، وهكذا الى ان كان واعي لدى كل مكان ليس فقط غير الدول التي لديها تعاون وثيق وعسكري واستراتيجي مع السعوديه والدول الاوروبيه، ولكن دول اخرى كاليابان والصين وكوريا الجنوبيه. وبالتالي المجتمع سيشعر بالصداع ان يخلص من هذا الوجع، وسيكون الشعب اليمني هو المتضرر. لن يكون سهلا ان تغير صوره بلد ما موصوم بانه يمثل تهديد او خطر. اليوم الثاني المجتمع يتعامل معك بسهوله. اولا منذ ان نشأت الحوثيه وبدات الدوله، المجتمع الدوله اليمنيه كلها وضعت تحت البند السابع، وهناك قيود متعلقه الرساميل، البنوك، التحويلات. إذا نحن بانتظار ما الذي نعم سيد الجبجي، نحن بانتظار ما الذي ستحمله الأيام المقبلة في هذا السياق. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة، الكاتب والباحث مصطفى الجبجي، كنت معنا عبر الأقمار عبر سكايب من فرنسا. شكرا موصول لك سيد غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا هنا في الاستوديو ضيفا عزيزا، أهلا وسهلا مرة أخرى. شكرا. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.